والضحى والليل إذا رفع سمكها فسواها. أصوات تأخذ بقلبك، بعقلك، بروحك إلى الملأ الأعلى. أصوات لها حلاوة وعليها طلاوة، كأننا نستمع ونرى قرآنا يمشي على الأرض. رجال أكرموا كتاب الله سبحانه وتعالى فأكرمهم وأعلى من شأنهم وذكرهم. يبدأ في البيات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعلام القراء في مصر دولة التلاوة. مصر دولة التلاوة في رمضان على قناة مصر الأولى.